الخيل المصري العربي الأصيل من السلالات النادرة جدا والمطلوبة في عالم الخيول، واللي بيفهم كويس في الخيل عارف يعني إيه إن إحنا عندنا زي سلالة كبيرة وسلالة عظيمة جدا من الخيول اللي لازم نكون مهتمين بيها ولازم نكون بنرعاها، ولازم كمان نكون لينا سوق، وهو المفروض يكون لينا سوق كبير جدا، لأن الحصان المصري العربي الأصيل ده من الحاجات اللي الناس كلها اللي بتربي الخيول النهاردة بيبقى عندهم شغف إن هم يكون عندهم سلالات مصرية عربية أصيلة. الموضوع بيحتاج اهتمام كبير جدا، وفي ناس كتير جدا بتهتم بيه، والدولة النهاردة بدأت تهتم بالموضوع أكبر وأكبر، ويكفي إن احنا عندنا حاجة زي محطة الزهراء، حاجة عظيمة جدا بنفخر بيها، وكمان بتسجل فيها سلالات نادرة جدا جدا من الخيول. عشان كده النهاردة احنا معانا الدكتور محمد دربالة، الباحث في معهد بحوث التناسليات الحيوانية، عشان يعرفنا أكتر عن الخيل، ويعرفنا أكتر إزاي نهتم بالخيل، ويعرفنا أكتر حاجات كتير جدا في مجال الخيل ممكن هو يكون أدرى بيها يقولها لنا. ازيك يا دكتور؟ أهلا وسهلا بيك. منورنا دكتور. منورك يا فندم. دكتور، في البداية كده أنا عايز أسأل حضرتك على الأهمية للطب البيطري في حياتنا. يعني الطب البيطري ده الناس مثلا بتفتكر إن هو ده مثلا بس معمول للحيوانات، فالطب البيطري فاد البشر بإيه؟ وطبعا بسم الله الرحمن الرحيم، الطب البيطري ده خط الدفاع الأول عن الإنسان. يعني يمكن بنختلف كتير في دراسة الطب عندنا أكتر من الطب البشري، لأن في الطب البشري هو بيهتم بالإنسان فقط، يعني هو محور تعامله كله يعتمد على الإنسان فقط. إنما الإنسان الطب البيطري هو خط الدفاع الأول عن الأمراض اللي ممكن تنتقل من الحيوان للإنسان. يعني في دراسة الطب البيطري هنلاقي احنا بندرس عدد كبير من الأجناس المختلفة من الحيوانات، إنما الإنسان هو جنس واحد فقط بالنسبة لهم. يعني احنا بناخد الإنسان ده كجزء من المملكة الحيوانية في الدراسة. يعني في التشريح ممكن هندرس الحصان، الأبقار، الجاموس، الأغمام، الماعز، القرد والإنسان. فاحنا شو بقى، انت بتشوف كم عدد من الحيوانات، وازاي تقدر تعرف كل حيوان بسلوكه وصفاته وامراضه والحالات الفسيولوجيه الطبيعيه، فهو موضوع اكبر شويه. طبعا الطب البيطري انشئ في مصر، كان محمد علي باشا هو اللي كان عمل مدرسه للطب ايام عشان لمعالجه الخيول اللي كانت بتصطدم في الجيش وكده، ثم تطور الى انه بدا المدرسه دي تنقل الى القاهره مع الطب البشري، ثم فصلت عن مدرسة الطب البشري وأصبحت مدرسة الطب البيطري العليا، ثم تحولت إلى كلية الطب البيطري في سنة 49 تقريبا. يعني أما الخيل هو طبعا من أرقى الحيوانات اللي بنتعامل معها، يعني خاصة الحصان العربي المصري الأصيل اللي هو في مصر منسب لأكثر من 150 سنة، اللي احنا تنسيبه بيعتمد على الدي ان ايه. يعني أنا ما أقدرش أروح عندي مولود عشان أسجله وأعمل له شهادة تطلع ببياناته ونسبه للأب والأم، مش مجرد إن تقول ده الأب وده الأم خلاص، لا. يعني في البني آدمين ده المولود أهوت، وأدي إثبات والده ووالدته خلاص. لا، إحنا لازم ناخد عينة شعر عشان تتحلل ونشوف الدي إن إيه بتاعه، هل هو مطابق للأم وللأب ولا لأ. ولذلك حتى كنت قلت مرة إن البيوريتي أو يعني نقاء النسب في الحصان العربي الأصيل قد يفوق تقنينه في الإنسان. لا معلش، بمعنى إيه؟ إن أنا النهاردة إزاي نقاء النسب بتاع الحصان ده ممكن يكون أكبر من الإنسان؟ الإنسان ما عندناش، يعني أنت عندك أطفال شوارع ما تقدرش تعرف نسبهم إزاي، ما بنقدرش نعمل دي إن إيه ونعرف. انما احنا عندنا في الخيل، لو انا عندي حصان ومعايا شهادته وطالع له دي ان ايه وحبيت اعرف هو ابن مين، هعرف، هاخد عينه منه هعرفها. اوكي، يتقال ابوه مين وامه مين والشجره بتاعت العيله. في داتا موجوده بالدي ان ايه بتاع الاب والام لحد الجد السابع بالنسبه له. فمنسب نسب نقي جدا. ولذلك عشان النسب ده وهي عيله واحده قويه، حتى ما يحصل فيها بريدنج، فبيحصل ان بعض الامراض بتكون خاصه بالسلاله بتاعت الخيل العربي. يعني بنلاقي حاجات معينه بتبقى خاصه بالخيل العربي لانه سلاله نقيه مقفول عليها شويه، ما بتختلطش بخيل تانية.
طب دكتور برضو عايز اسالك على حاجه، ايه اللي بيميز الحصان المصري بتاعنا؟ يعني بنشوف مثلا خيل في المملكه العربيه السعوديه، خيل في اليمن، وخيل في كل حته، وكمان في اوروبا وفي امريكا وفي حته كتير عربي، لكن ايه اللي بيخلي الناس كلها عندها شغف انها تمتلك الحصان المصري؟ الحصان المصري ده بريد او سلاله تم زي ما قلنا من 150 سنه تم الاعتناء بيها والتوالد منها، فواخده صفات مميزاها على مستوى العالم. ومشهور ان هو الستريت ايجيبشن ارابيان على مستوى العالم، ان ده الحصان المصري بصفاته المميزه، بشكله المميز، بحجم عينه، مكانها الاذن، شكل الدش بتاعه، شكل الفم، الرقبه المميزه اللي هي ارشد، حجمه القليل. الحصان العربي المصري مش كبير باللي هو بقى يعني، ولكنه حيوان بيسموه رياكتيف، يعني يتفاعل مع الناس، يتفاعل مع الاونر بتاعه. لو هو مثلا صاحب الحصان بيعرضه قدام حد وهو بيتفاخر بنفسه، الحصان عارف ان هو في حد بيعمل له شو، فتلاقيه بيتفاخر، مش موجوده في كل الخيل او البريدز الثانيه، تلاقيها تلاقي الحصان هادي وكالم كده، مش ده رياكتيف، لا رياكتيف جدا. بيتميز بانه الحصان طول الرقبه بتاعته، يعني لو الحصان بدا تلاقيه بيشرب من مكان منخفض ما يتنيش رجليه، مش محتاج يتني رجليه. انما بقيه الخيل الثانيه لازم يتني رجله علشان يقدر يوصل لتحت، لان رقبته بتكون اقصر شويه. اقصر شويه، انما الحصان العربي رقبته اطول. لما يثبت الحصان بيكون في قرش في الرقبه، وكان راس الحصان مع الرقبه مع الارجل الاماميه، كانه انسان منتصب القامه، كانه جندي منتصب القامه وشامخ. كمان موضع الانف عنده وحجمها يسمح ليه ان هو يقدر يعمل مجهود شاق. ولذلك الخيل العربي المصري ممكن تستخدم في مسابقات القدره والقدره والتحمل لمسافات تعدي ال 100 كيلو وال 200 كيلو. ما شاء الله. لانه حصان قوي جدا، حجم صدره كبير، قوه العضله الفخذيه بتاعته بتمكنه من ان هو يستخدم في الحروب. وزي ما استخدم نابليون بونابرت كان بيستخدم الخيل، وربنا حب الحصان ببعض المكونات في التركيب التشريحي بتاعه تمكنه من يستخدم كآلة حرب. يعني ربنا حب الحصان بتركيب اسمه الجتر الباوتش، او الكيس اللي موجود اسفل الحلق وعند قاعده المخ، ده بيدخل فيه الهواء من فتحه الحلق وتخرج عن طريق صمام موجود، ده بيبرد الدم اللي رايح للمخ عشان تبقى درجه حرارته اقل من 37. كمان بتحفظ التوازن بتاع الحصان، يعني ممكن تلاقي حصان بيعمل دريساج، حصان ادب، حصان يرقص، يعمل حركات معينه ويحافظ على اتزانه. ممكن ما تلاقيش حيوان تاني مشابه من نفس الفصائل انه يعمل نفس الحركه دي. يعني خليني بس نوضح للناس يعني ايه دريساج. دريساج دي بطولات بتبقى معموله للخيل، الخيل بيبقى معمول لها حركات معينه او مسارات معينه بتمشي فيها بشكل معين، ممكن يكون فيها نوع من الرقص او نوع من الحاجات دي كلها، والادب برضو اللي احنا الفن الشعبي بتاعنا اللي هو الخيل اللي ممكن تكون بترقص على المزمار برضو بيكون ليها خطوات معينه بيعملوها، والفارس بقى اللي بيكون موجود عليها بشطارته ممكن يخلي الحصان يوصل ان هو حتى بيقعد خالص على الارض ويسلم ويعمل حركات فيها كده يعني مهارات عاليه جدا. دكتور طيب عايز اسال حضرتك برضو على حاجه مهمه، وهي ان احنا ممكن ناخد اجنه من خيل عربي نحطها في خيل تانية بلدي، كان احنا بننقل اجنة من هنا لهنا. انا عايز بس اعرف بداية الموضوع ده اتعمل ازاي ووصل لحد النهاردة لايه وليه عملنا كده. تمام. الموضوع ده تم اول ما تم كان في اليابان سنة 1974، ثم تولد بعد كده في انجلترا، في امريكا واوروبا. يعني عندنا الفرس بتولد مرة واحدة في السنة، يعني هتولد على بعد مدة حمل 11 شهر. إذا أنا هاخد مولود في فترة حياتها كلها، لو 18 سنة ممكن أخد من 10 ل 12 مولود فقط. طيب بدأوا يفكروا في فكرة إن أنا إزاي أخد مواليد أكتر في مدة حياتها التناسلية الأنثى. فقالوا خلاص إحنا ممكن أول ما يحصل حمل ناخد الجنين وعمره 7 أيام وننقله في أم تانية حاضنة مش من نفس النوع خالص، مش من نفس الفصيلة يعني. وتحمل فيه وتولده وترضعه وهي مش امه اصلا. فابتدت التجربه دي فعلا ونجحت، بس كانوا بيعملوها جراحيه الاول، يعني كانوا بياخدوه وينقلوا جراحي. بعد كده بعدها بكام سنه ابتدوا ينقلوا بدون جراحي، يعني ياخدوه بقسطره وينقلوه. بيحصل ان بتتم عمليه التزاوج ما بين الذكر والانثى من الحصان، او ما بين الحصان والفرس اللي هو السله بتاعته القيمه يعني الفاليبل.
بعد كده بنبتدي ناخد الجنين ده عند اليوم السابع، وبعدين نعمل له عمليه ووشنج وكده وغسيل، وننقله في الام الحاضنه بعد ما تكون جاهزه ان هي تكون ام قريبه من نفس الحجم، ما تكونش عندها صفات مش كويسه تعلمها للمولود ده، وتكون قادره على الرضاعه، هي رضعت قبل كده، يكون سنها من 5 إلى 7 سنوات. وبننقله فيها، وممكن في الدوره الثانيه ناخد واحد ثاني، بحيث انت ممكن تاخد في سنه اذا كان مسموح بالتسجيل، انا ممكن اخد 5 في سنه واحده. اذا انا ممكن في حياتها اللي هي ال 18 سنه دي اخد منها اكتر، بدل ما اخد اضعاف ال 18 سنه اللي هتعيشهم. ما هو بدل ما اخد من 15 ممكن اخد 80. اذا انا بزود العدد الانتاجي منها. كمان ممكن انا عندي الفرص عشان تبلغ السن اللي انا اقدر اخليها تحمل وتولد يكون 3 سنوات، انما مرحله البلوغ، في مرحله البلوغ والنضج، انا ما اقدرش اعمل انها تحمل قبل مرحله النضج. يعني من سن 2 لـ3 سنين برضو ما فيش. فالوقت ده اول ما توصل سن 2 ممكن اخد منها اجنه وازرعها في امهات حاضنه، فانا بطول برضو المده بتاعه الحمل من غير ما هي تولد بنفسها، او ان هي تكون شايله الجنين بنفسها. بالظبط. في نفس الوقت في بعض الافراس بتكون بتشارك في بطولات عالميه، ما ينفعش ان هي تقف فتره تكون حامل وتوصل الشهر 9 والـ10 والـ11، هتتوقف عن البطوله. انا ممكن اخد منها اجنه، وفي امهات ثانيه تحمل الجنين لها وهي تكمل البطولات بتاعتها عادي خالص. ولو عملنا ده، لو نقلنا البويضه بتاعه الجنين دي في رحم تاني زي ما احنا بنعمل كده، هو مش بياخد اي حاجه من الصفات الجينيه بتاعه الحصان التاني؟ لا 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 خالص، هو جيناته خلاص متكونه من اب وام، فانا باخد جنين مش باخد بويضه، وبنقله جنين متكون يحمل كل الصفات الوراثيه للام والاب الاصليين. لذلك احنا لما بننقل فرصات اللي هي البلد العاديه قليلة القيمة، يعني زي خيل الجر وكده، الحصان العربي يتميز بالحركة المميزة. فلما بنيجي المهر أو المهرة لما يكونوا مولودين، بناخد الأم دي على جنب، وعلشان الابن ده يتحرك، المولود ده يتحرك الحركة المميزة بتاعته. هتلاقي الفرس الأم الحاضنة بتتحرك حركة ما هياش مش نفس الحركة مش دي، مش نفس الحركة العربي، مختلفة. فواخد في الصفات، حتى صفة الحركة المميزة موجودة. طيب دكتور، احنا دلوقتي شايفين ان الدولة مهتمة جدا النهاردة بانها تعمل مستشفيات بقدرات كبيرة جدا وبامكانيات كبيرة جدا للخيول ومعالجة الخيول، وكمان بتدريب ناس كتير جدا ان هم يستخدموا الاليات بتاعت المستشفيات دي. ولسه كنا شايفين من يومين حضرتك مع سيدة الرئيس عبد الفتاح السيسي وبرضو مربين الخيل العربي في اجتماع، وشفنا اهتمام سيادة الرئيس بموضوع ان هو مهتم بالخيل المصري. كلمنا عن الاجتماع ده، مثلا اهم الحاجات اللي ممكن اتقالت فيه، او القبلة اللي احنا دلوقتي متجهين فيها، او الدولة عايزة تاخدها انها تهتم اكتر بتنمية الخيل المصري، عاملة ازاي؟ طبعا لان مصر من يعني في المنطقة العربية من زي ما قلت لحضرتك ان هي تاريخ الحصان المصري وتنسيبه في مصر في الاساس، فالدوله المصريه اهتمت في هذه الايام انها تعيد مره اخرى يعني مكانه مصر في للحصان المصري اللي بيحمل اسم مصر. فابتدت الدوله تهتم بان هي انشاء الزهراء الجديده بالعاصمه الاداريه الجديده، صرح على اعلى مستوى، وزرته مع زملائي، حاجه تشرف مصر فعلا. وكان اجتماع السيد الرئيس مع المربيين علشان يشوف اولا المشاكل بتاعتهم ايه اللي محتاجه حل، وكان طبعا كان قدم كل الدعم للمربيين. يمكن احنا دلوقتي شايفين الصوره بتاعت سياده الرئيس في الاجتماع وبيسلم على حضرتك. كان في اليوم ده طبعا جلس معانا جلسه مطوله ومع المربيين، واستمع استماع يعني مطول ونقاش متعمق، ووعد ان شاء الله بان مصر تكون في المكانه الاولى لها وتتفوق بانشاء مستشفى للخيل في العاصمه الاداريه. وكمان من ضمن اهتماماته انه ابتدى ياخد يعني في كفرقه اولى للفرسان علشان يشاركوا في البطولات الاولمبيه والبطولات العالميه،
ويعني دخلهم في الحاله العسكريه عشان هي اكثر انضباطا شويه بحيث ان مصر يكون ليها مشاركات دوليه على يعني كان العالم. كانوا الفرسان كانوا مدنيين عادي جدا، لكن عشان يتمرنوا بشكل جدي او بشكل مستمر اكتر، او يكون في تكريس خلاهم كمان في انضباط وتمرين علشان يدخلوا باسم مصر. ده حلو جدا. فهي هتكون يعني زي دفعات، فكانت دي الدفعه الاولى، وكان بنفسه بيتفقد ويسأل كل واحد شخصيا بيسأله. يعني اهتمامه اهتمام قوي جدا، ويعني أتوقع أن يكون مشروع الزهراء الجديدة مبشر جدا ويجذب الأنظار على مستوى العالم، وإن شاء الله حتى مع افتتاح المتحف المصري الكبير هيكون في حدث إن شاء الله يعبر عن مصر ومكانة مصر إن شاء الله. إن شاء الله. دكتور برضو كنت عايز أسألك على المقترحات اللي ممكن كانت تتقالت في الاجتماع، يعني ممكن يكون أبرزها كانت إيه من حال من المربيين من حضرتك؟ كان في مقترحات مثلا مهمة سيادة الرئيس علق عليها أو اهتم بيها أكتر حاجة؟ هو كان من المقترحات إن إحنا نسوق نفسنا عالميا أكتر. فكان بعض العوامل كان يعني طرحوها المربيين على سيادة الرئيس، وهو تفهم كل النقاط ووضع لها خطة تنفيذ بخطة زمنية بحيث ان احنا نكون في وقت معين يكون حطينا رجلينا على بداية الطريق والبداية يعني العالمية ان شاء الله. حلو جدا. طب دكتور عايز برضو اسألك على فكرة ان الحصان المصري النهاردة لو حد عايز يقتنيه ممكن يهتم بيه ازاي؟ الحصان ليه متطلباته طبعا، متطلباته من ناحية التغذية، من ناحية التسكين، من ناحية التمرين. الحصان مش جاي يقف، الحصان ما هو إلا أربع قوائم. يعني الحصان هو عبارة عن أربع قوائم، إنتاجه كله في الرياضة بتاعته. فليه ساعات تدريب معينة لازم الحصان ياخدها، تغذية معينة طبعا تبع حالة الحصان، هل هو حصان ذكر ولا أنثى، هل الأنثى دي حامل أو بترضع، هل فيها في مرحلة ما قبل البلوغ، في مرحلة تقدم في العمر. طبعا كل مرحلة لها التغذية بتاعتها وليها الاهتمام بتاعها، فلازم عشان يقتنيه يكون قادر ان هو يوفر له البيئة المناسبة ويوفر له التغذية المناسبة ويوفر له التدريب المناسب. اللي هو مش انا مش جايب قطة ولا كلب، هم برضو ليهم اهتمام برضو القطط والكلاب، بس الحصان ليه موضوع تاني. ليه اهتماماته طبعا، الحصان لو كل الاكل في غير ميعاده ممكن يحصل له مغص. لازم بمواعيد القطة او الكلب شوية مش التعامل معاهم مش ريسكي قوي زي الخيل. الحصان ممكن لو مغص يموت في لحظة. المغص بيكون للخيل مميت. مميت عندنا ثلاث مشاكل مميتة للخيل، او يعني بتنهي حياة الخيل يعتبر. المغص، الحمرة او حاجة اسمها اللامينايتس. الحمرة دي اللي هي لو الحصان حصل التهاب في سطح الحافر مقدرش يتحرك كويس. ومشكلة الالتهاب الرحمي في الخيل أحد المشاكل الكبيرة للحصان برضو، أو الفرس دي وعاء منتج. فدول أكبر ثلاث مشاكل ممكن يأثروا على الخيل. دكتور عايز أشكرك شكر كبير جدا، ودايما بنستفيد من حضرتك وبنتمنى لك التوفيق في ابحاثك وعلومك اللي انت بتفيد بها على فكره مصريين وغير مصريين، لان برضه الدكتور محاضر كبير جدا. بنتمنى لك التوفيق ونشوفك ان شاء الله في حلقات تانية كتير. شكرا جزيلا. خلينا نطلع لفاصل سريعا ونرجع بقى للفقره الرياضيه اللي بيقدمها فاروق راعي الرياضه في قنوات صدى البلد.